هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام نتواصل بانطلاقاتنا لهذا اليوم، حيث ينطلق شوط جديد ودفعه جديده من اشواط هذا الصباح، الا وهو الشوط الرابع الذي اعلنت انطلاقته في هذه اللحظات مخصصا لفئه القعدان، كما نشاهد امام حضرات الجميع بهذه الانطلاقه لهذه الاسماء والشعارات الحاضره في هذا الشوط. نبدأ لكي نتابع المراكز الأوائل المتقدمة والمتنافسة من أجل الانتصار هنا على المركز الأول. نتابع المركز الأول والصدارة هنا من يحمل الرقم 12 السيف أحمد بن سالم بن حوتة العامري، بينما في المركز الثاني نتابع الوصول في هذه اللحظات القادم. هناك ظبيان على الصدارة علي بن راشد بن مبارك المنصوري، بينما في المركز الثالث نتابع الوصول من خلال هذه اللحظات شاهين أحمد بن سالم بوظفيرة العامري على المركز الثالث من خلال هذه اللحظات، بينما في المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات. من هو القادم؟ من هو الآتي؟ هنا نتابع على المركز الثاني ثاني بن عبد الله بن مصبح الاكتبي الذي ياتينا باسم شاهين من خلال هذه اللحظات. هنا الاسماء الاخرى القادمه من المناطق الخلفيه، ولكن عوده الى الصداره الى المركز الاول شاهين احمد بن سالم بوظفيره العامري الذي يطلق هذا الاسم على المركز الاول، بينما في المركز الثاني القادم شاهين ثاني بن عبد الله بن مصبح الاكتبي. نقلتنا التاليه الى المركز الثالث لنتابع الوصول في هذه اللحظات القادم. مع هذه اللحظه على مستوى المركز الثالث يتقدم بهذا الوجود الريم محمد بن احمد بن راشد المزروعي على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع شعارك يا بن حوته على المركز الخامس ايضا القدوم في هذه اللحظات المتقدم، الا وهو مناور يمعى بن سعيد بن علي الزرعي القادم بكل قوه لياتينا بهذا الاداء. وهناك على الطرف الاخر شاهين سعيد بن حمد بن هادي الاحبابي شعار المطوع قادما بكل قوه في هذه المنافسه القويه، ولكن عوده الى الصداره لنتابع المنافسه مع المركز الاول. مقدمة الشوط ما بين بوظفيرة وما بين بوسالم في هذه المنافسة المميزة، ولكن الصدارة مع شعار أحمد بن سالم بوظفيرة العامري الذي يقدم شاهين يأتينا باسم شاهين على المركز الأول، بينما هنا القادم ثاني بن عبد الله بن مصبح الاكتبي يقدم شاهين. إلى أين الانتصار؟ إلى أين الانتصار؟ شعار بوظفيرة
شعارك يا ابو ظفيرة ياتينا على المقدمة احمد بن سالم ابو ظفيرة العامري الذي يطلق لنا شاهين المحاولات المستجدة هنا من شاهين ثاني بن عبد الله بن مصبع. شوف الثالث القادم مناور يمعى بن سعيد بن علي الزرعي القادم بشعاره هنا ليغير الى الصدارة يمعى بن سعيد بن علي الزرعي الذي ياتينا على المقدمة. الله يا مناور الذي ناور بهذا الانطلاق تهانينا والناموس يلا يمعى بن سعيد بن علي الزرعي على فوز مناور بالمركز الاول. المركز الثاني شاهين محمد بن سيبر محمد بن مطوع. المركز الثالث يذهب الى احمد بن سالم ابو ظفيره. المركز الرابع كان بانطلاقه ووجود الريم محمد بن احمد بن راشد المزروعي. التوقيت الزمني الذي تسجل تحت اقدام مناور 4:48. تهانينا الى يمعى بن سعيد بن علي الزرعي على الفوز بالمركز الاول.